اتبرع عشان نقدر نداوي قلوب أكتر. مركز أسوان للقلب الجديد، مفتاح قلوب أكتر بين إيديك. مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، من القلب للقلب. مر معنا في الأجزاء الماضية في المجالس الماضية أن الإنسان مكون من 5 أجزاء. الجزء الأول هو الروح، وهو مخلوق نوراني علوي منسوب إلى الله، نسبته إلى الله بالخلق. ونفخت فيه من روحي، فالروح منزع علوي في سائر أحواله. والجزء الثاني العقل، وهو الميزان الذي يميز به الإنسان بين الأشياء من خلال تراكم لما تأتي به الحواس والتجربة، فيعطي بعد ذلك توجيهات للإنسان كيف يسير. فإذا كان الإنسان مؤمناً ورجع إلى الشرع فأعمل العقل في الشرع، أثابه توجيهات هي راشدة. والجزء الثالث هو النفس، وهي مجمع نوازع الإنسان، مكمن رغبات الإنسان، انفعالات الإنسان، تفاعلات الإنسان، الطمع، الشهوة، الغضب، إرادات الإنسان وتفاعلاته، أهواء الإنسان، مكمنها النفس. والنفس والعقل مستشارين، أي يشيران على الإنسان. العقل يقول افعل، والنفس تقول افعل، والحكم بين الاثنين هو القلب. وقلنا فيما سبق أن القلب ليس المقصود به العضو الصنوبري الشكل، اللحمة هذا التي تنقبض وتنبسط لضخ الدماء، لا، المقصود بالقلب اللطيفة النورانية التي هي محل القرار في الإنسان، وقد يكون لها صلة بالعضو الحسي المادي. العقل يقول شيء والنفس تقول شيء، والقلب هو الذي يقرر. والجزء الخامس وهو الجسد، القفص، المركب، الغلاف الذي يحتوي على ما هو أعظم وأكبر منه. في الأمور الحسية الأكبر يحتوي على الأصغر، لا يستطيع الأكبر أن يدخل في الأصغر إلا أن يتصاغر. لكن في المعاني العكس يحصل، فالجسد أصغر ما فيك لكنه يحوي شيء أكبر منه وهو النفس، وشيء أكبر منه وهو العقل، وشيء أكبر منه وهو القلب، والقلب له صلة بشيء أكبر من الجميع وهو الروح. قل الروح من أمر ربي. هذا هو الإنسان، أنت مكون من هذا كله. قلبي ومفتاحه دول ملك إيديك، ومساء وصباحه بيسألني عليك.